زي ما شفنا في التقرير نجمات متألقات فعلا ما شاء الله عليهم، يعني نجوم لسه 19 سنة بس ايه تاريخ كبير في التنس طاولة. خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة اللي متواجدين معانا نجمات التنس طاولة. نرحب بكابتن مروة شام. كابتن مروة بنقول لك ألف مبروك على اللي فات وإن شاء الله جاي يكون كويس ليك. نرحب بك. ونرحب بكابتن مريم هشام. كابتن مريم منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك. هبدا معاكي، لازم ابدا كده معاكي، انت الكبيره صح؟ اه. مع انه توأم لكن الموضوع سهل جدا ان انت الكبيره. مريم لما رحتوا التنس طاوله رحتوا ليه التنس طاوله؟ يعني انت اللي رحتي؟ مين اللي راح؟ مروه روح. لا بصي ما مش كل حاجه مع بعض، لازم حد يمشي قبل التاني. اتفضل. هو احنا بدانا تنس طاوله كان اخونا بيلعب كبير محمود فهو كان بيروح التمرين فانا ومروه كنا بنحب نروح معاه بصراحه كويس. فبدانا نتفرج عليه حسينا ان احنا حابين اللعبه فبدانا نجرب. فالمدربين اللي كانوا بيدربوا اخويا لقوا ان احنا الى حد ما في موهبه فبداوا ان هو يقولوا لنا طب تلعبوا تجربوا تلعبوا فبدانا نلعب لقينا ان احنا مع التمرين ماشيين فيها الحمد لله فكملنا فيها تنس طاوله. مروه مين اول واحد مسك مضرب التنس طاوله، انت ولا مريم؟ مع بعض. لا مفيش حاجه اسمها مع بعض، اكيد في واحد غير واحد. مع بعض بس كانوا دايما يفضلوا يقولوا ان مريم هي اللي هتطلع احسن في تنس الطاوله وهي موهوبه اكتر منك يعني، بس احنا لما بدانا احنا الاثنين مع بعض يعني. مروه مع بعض يا مريم؟ اه تتمرنوا مع بعض. ممكن تتمرني مع لعيبه ثانيه ولا انت بتحبي تتمرني مع مروه؟ لا بنتمرن عادي مع كل الفرقه بس لما مثلا ببقى لو انا محتاجه اعمل حاجه زياده ببقى بعملها مع مروه يعني عشان دايما ببقى عايزه العب معاها. تصدقوني الموضوع صعب جدا ان اختين يلعبوا قدام بعض في ملعب واحد وفي كمان في الاخر واحد يكسب واحد يخسر. الشعور عندهم اكيد بيكون شعور مختلف. لكن خلينا نعرف مروه، مروه لما تكسبي او تخسري مع مريم الشعور بيكون شكله ازاي؟ هو طبعا اصعب ماتش انا دايما بحس ان انا بلعبه الماتش اللي بلعبه مع مريم عشان هي ببقى في نفس الوقت انا عايزه اكسب بس في نفس الوقت برضه حاسه يعني لا انا عايزه مريم تكسب. انت توأم؟ اه يعني توأم. الموضوع توأم صعب جدا. اه فبيبقى حاسه دايما بتوتر بس كل واحد احنا الاثنين بنتعب على طول مع بعض واحنا الاثنين ماشيين مع بعض واكيد ربنا هو كاتب يعني مين المفروض يكسب فينا. فبالنسبه لي يعني عادي. اه عادي. طب بتكسبيها ولا مره رحتي وهي لما كسبتيها مثلا قلت لها انا كسبتك وقفتي قدامها؟ اللعيبه انت عارفه الالعاب الفرديه دايما بيروحوا يكسبوا كده يشجعوا نفسهم يشجعوا بعض جامد. عملتي ده قبل كده ولا ما حصلش؟ لا يعني كل مره اروح لها اقول لها يا مريم ما تزعليش بس فكري ايه نقط الضعف اللي عندي والعبي عليها. انا مثلا بشوف نقط ضعفك والعب عليها فانت فكري ايه نقط ضعفي اللي انا بلعبها غلط وحاولي تلعبي عليها. بصي طبعا هي بتكسبك يعني بتتكلم هي كسبانه وكده ما تفرقش معاك خالص. المشكله مش في شعورك انتوا، المشكله في شعور ماما. بالذات تقابل الموقف ازاي؟ خارج اتنين بناتها توأم، واحده كسبانه وواحده خسرانه. بيقولي لي عملت بتعمل ايه معاكم بالظبط؟ بصراحه هي ماما دايما عشان مروه بتكسبني اكتر الصراحه. هي ماما تقعد تقول لي ما تقلقيش هزاري فين. قبل ما ننزل الماتش تقعد تقول لي ماري مركزي ولو عارفه تكسبي تكسبي عادي. بس هي طبعا بيبقى عندها شعور جوه ان اكيد اللي هيكسب فينا تبقى عايزاه بقى يكمل سواء احنا بنلعب فاينل الحمد لله الكاس في بيته او اللي هتكسب فينا تخش مثلا الاربعه بتبقى عايزاها تكمل. فهي بصراحه ما بتسالش، هي نخلص الماتش نخرج تقول لنا مين كسب. جريتي مسؤول تاني هعيده لك تاني عشان يبقى الموضوع واضح. ماما لما تكون قاعده في ارض الملعب او بابا او اخواتك وانتوا الاثنين خارجين من الملعب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتعملوا ماما بتعمل ايه بالظبط؟ بتقول للخسران مثلا معلش هارد لك واختك الثانيه خارجه؟ يعني الموضوع شكله ايه؟ هو الموضوع بيبقى بالتليفون بصراحه لان ماما ما بتجيش معانا احنا بنبقى حابين ان احنا بنلعب. قطعت الكلام. بس هي مثلا لو كلمناها قلنا لها مروه كسبت فتقوم واخده التليفون تكلمني انا تقول لي ما تزعليش وان شاء الله هتكملي وتكسبي يعني وتبارك لي مروه. وتبارك لمروه. مروه اكيد التعب ده لعبه تنس طاوله محتاجه مجهود بدني قوي جدا عالي، تدريبات في صاله التنس طاوله، كل الحاجات دي بتوفقي ازاي؟ بتتمرني كام ساعه فيتنس؟ بتتمرني كام ساعه للتنس طاوله؟ عشان توصلوا اللي انتوا عايزينه. يعني بنتمرن في اليوم مثلا 3 ساعات تنس طاوله وممكن نتمرن ساعه فتنس بس مش دايما مواظبين عشان الجامعه بيبقى برده الموضوع بيبقى صعب. بس اول فرصه بتيجي على طول بنروح رايحين نتمرن فتنس عشان تنس الطاوله دايما التكنيكس دايما موجوده مهما قعدت
التكنيكس موجوده، بس اللياقه البدنيه هي اللي محتاجه اكتر من اللعب. فبالنسبه لنا يعني بنروح نلعب مثلا ساعه في اليوم، او نجري في التراك بتاع النادي مثلا ان احنا عشان نزود اللياقه البدنيه. لو حد كسل فيكم للتاني يروح، ولا لازم تمشوا مع بعض تروحوا اللياقه البدنيه مع بعض؟ لا بنكسل بعض بصراحة، لو واحدة قعدت هنقعد يعني تقولي مش قادرة، ولا مش قادرة أنا كمان خلاص انتهى الموضوع ما تروحيش. طب هي بتتكلم عن الجامعة ازاي، أبطال ما شاء الله طبعا، أبطال كبار ونجمات طالعين ما شاء الله، ازاي أبطال وازاي جامعة وانتوا برضو مع بعض في جامعة انتوا الاتنين؟ هو احنا طبعا بنحاول ننظم الوقت، يعني الجامعة مثلا بنبدأ من الصبح لحد وقت معين، بعدها بنرجع بنحاول ان احنا نخلص اللي ورانا علشان احنا لازم نروح التمرين، ونرجع من التمرين نرجع نذاكر تاني علشان اليوم اللي بعده في الجامعه بيبقى فيه محاضرات سواء بقى امتحانات او كده. فهي بس فكره الوقت، ترتيب الوقت لو نظمناه بيبقى الموضوع بالنسبه لنا سهل. يعني بتنظمي وقتك على مدار ال 24 ساعه انت وهي بتذاكروا برضو مع بعض ولا؟ اه برضو نذاكر مع بعض. ايه مروه الموضوع؟ لا احنا بنحب نعمل كل حاجه، بنشجع بعض. يعني هي كل حاجه نعملها مع بعض عشان نشجع بعض. مثلا ساعات انا احس ان انا مكسله في المذاكره، فتروح مريم قال لي لا يا مروه احنا لازم نذاكر عشان الامتحان، فهي بيبقى نوع من التشجيع. يعني كل حاجه نعملها مع بعض عشان اللي تكسل التانيه تشجعها، بس في اوقات احنا اتنين بنكسل بعض اكيد. اكيد بتكسلوا بعض، واكيد هما الاتنين يعني ماشيين مع بعض، لان عارفين اكيد التوأم ليه مواصفات معينه، بيمشوا مع بعض ياكلوا ويناموا، كل حاجه ماشيين مع بعض في اطار بعض. لو حد عمل مشكله مع مروه بتعملي ايه؟ انا بصراحه ما بتدخلش، يعني يمكن انا لو حد ضايقني هي هتتدخل، انا هي بتتصرف من نفسها، يعني هي تعرف تدافع عن نفسها. هي صغيره وهي اللي بتخش في كل حاجه. أوه. بتخش في قلبك على طول عشان خاطر مجد. ما بحبش حد يزعلها، يعني مثلا ممكن يعني استحمل لو حد زعلنا انا، بس اشوف حد بيزعل مريم لا لازم اروح ادافع عنها واخش على طول. في الجامعه نفس الكلام، في اي حاجه، في اي حته. خلينا نخرج من اطار التوأم ونتكلم على بطولاتكم، واكيد كل واحد عنده بطوله بيحتفظ بيها في تاريخه، مع ان لسه ما شاء الله ربنا كريمك قدامكم لسه باع كبير في التنس طاوله، لكن اكيد في بطوله عملتيها او ميداليه لبستيها حسيت ان دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لك. هو انا الحمد لله اخذت طبعا بطوله افريقيا 4 مرات ورا بعض، اخذتهم تحت 18 سنه واخذتهم مرتين تحت 21 سنه. فكل مره بطلع فيها على المنصه في بطوله افريقيا بالنسبه لي ده بيبقى حاجه كبيره جدا. وبرده في الكادت تشالنج لعبت مع ولد من تونس دبل ميكس واخدنا مركز تاني، ودي كانت اول مره حد من مصر ياخد ميداليه في الكادت تشالنج، فدي طبعا بالنسبه لي كانت ميداليه كبيره جدا. واكتر ميداليه فعلا كانت عزيزه عليا دوره العالم الافريقيه في الجزائر، دي كانت اخدت الحمد لله المركز الاول في الفردي وفي الميكس تيمز مع يوسف عبد العزيز. مريم، مباراه غانا كانت على فاينل افريقيا وخسرتي. وطلعتوا اول وتاني، وقفتوا جنب بعض سلمي فضه وهي بتستلم الميداليه الذهبيه، قلت لها ايه وانتوا واقفين على منصه التتويج؟ هو انا طبعا من اي مره هي بتكسب بقول لها ان انا مش زعلانه وانا مبسوطه انك انت كسبتي، بس لا هي مره كده من جوه زعلانه يعني، بس انا بتضايق اكيد عشان البطولات اللي بعد كده بيبقى بتترتب بقى، اللي بياخد اول بيسافر حته معينه. فبس هي دايما بتاخدني جنبها على المنصه، يعني لازم في الصوره الاخيره لازم تطلعني جنبها، لان دايما المكسب في بيته في اول وتاني، فتوقفنا على الاول كان انا بالظبط اخدت اول. خليني اقول لك احلى ميداليه او اعز ميداليه عليكي وقتنا هذا كابتن مريم هشام. انا يمكن اكتر ميداليه بصراحه كانت بطوله محليه في مصر سيدات، كان اول مره العب بطوله سيدات كايفنت سيدات بعد ما طلعت من 18. هو في صور كتير بتتعرض وهم مش ملحقيني، انا عايز اقول لكم ايه الصور دي، يعني خلينا بس شويه من الصور، عايزين بس نتكلم معاه وبعد كده نرجع نشوف الصور دي. اتفضلي. فبطوله السيدات دي بصراحه انا من بعدها حسيت ان انا لا اقدر من الاول ان انا ابقى في السيدات جوه في المنتخب وان انا اسافر معاهم. فهي دي اكتر ميداليه شجعتني. الاعلام في التنس طاوله مش اعلام واضح، يعني احنا قناه الاهلي اكيد هندعم كل بناتنا واولادنا في الالعاب والرياضيين كلهم بندعمهم، لكن الاعلام مش واضح على التنس طاوله، تقولي ايه على الموضوع ده؟ احنا يعني نفسنا نبقى دايما معروفين، او نفسنا ان احنا كل بطوله نشاركها يبقى فيها قناه تيجي تصور، عشان حتى قدام السي في بيفرق. يعني انا كل ما يبقى ليا فيديوهات كتيرة أو ليا حاجات على ماتيريال بتاع اليوتيوب فالناس تشوفك والموضوع يختلف بالظبط، فيبقى أنا لما أروح أطلب مثلا في حتة يبقى أنا عندي فيديوهات إن أنا أروح وأنا
شايفة نفسي وعارفة ان انا مستواي كويس، فانا نفسي طبعا الاعلام في مصر يبقى ازيد بكتير من كده. الجيل ده خد حقه في السوشيال ميديا، يعني احنا جيل قديم كنا لو نزلنا خبر في جورنان كنا بنبقى سعداء جدا. السوشيال ميديا عملت بشكل مختلف معاكم؟ هي يمكن الفترة اللي دورة الألعاب بينزل بوست إن مصر أخدت في السيدات وفي الرجال، لأن دورة الألعاب بالذات المنافسة مع نيجيريا بتبقى صعبة جدا، لأن كمان اللي هيكسب هو اللي هيسافر الأولمبيكس، فيمكن الإعلام كان في الحتة دي كان معانا صراحة. وكمان تكرمنا سواء من النادي أو سواء من تكرمنا مع الرئيس، فكان ده يعني إعلاميا كويس قدام الدافع يعني. هايل. اكيد تكريم الرئيس كان ليه طابع خاص معاكي لما رحتوا وتكرمتوا، اكيد كان طابع خاص. هو مريم اللي حضرت التكريم بتاع الرئيس، خلينا نتكلم عن تكريم كابتن الخطيب والنادي الاهلي لما رئيس النادي الاهلي كرمكم في نادي مدينه نصر. بالنسبه لي طبعا التكريم بتاع كابتن محمود الخطيب كان شرف كبير لنا جدا، والنادي الاهلي طبعا ده دايما بيتنا ورقم واحد. بس هوقفك عند حاجه، برضه طلعتوا مع بعض انتوا الاثنين؟ اه لازم يعني لازم تروحوا مع بعض برضو؟ اتفضلي. فبالنسبه لنا طبعا ده كان شرف وفخر ان احنا اتصورنا صوره مع كابتن محمود الخطيب، وادانا دافع كبير جدا ان احنا اللي فات ننساه ونكمل اكتر بكتير للنادي الاهلي، لان احنا النادي الاهلي يستحق ان هو دايما يفضل في المركز الاول، وطبعا التكريم ده كان بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي. اكيد النادي الاهلي لازم هيفضل في المركز الاول بابطالنا ونجومنا وبطلاتنا اللي بيعملوا تاريخ من 1907، بنصنع تاريخ كل النجوم في كل الالعاب بيصنعوا تاريخ للنادي الاهلي. كابتن مريم اكيد لما كرمتي من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد وانت راحه الموضوع عندك كان ليه وضع مختلف. انا طبعا اول ما عرفت بصراحه كنت حاسه ان انا مستنيه اليوم ده يجي، لان طبعا كوني اني اتكرم وسط كمان ابطال العالم كلهم في كل الالعاب وبالذات مع الرئيس كان بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي، وهتدينا دافع بعد كده ان لا احنا نقدر نرفع اسم مصر ونقدر ان احنا نبقى وسط الناس كلها كويسين. فده كان بالنسبه لي موضوع اكيد ان سياده الرئيس لما بيكرم الرياضيين اكيد دي رساله معينه للشباب المصري، لكل الاولاد المصريين والبنات المصريين هم يلعبوا رياضه ويتجهوا للرياضه. هو اكيد بيبقى رسالته لينا ان احنا يعني نلعب واحنا شايلين اسم مصر، دي مسؤوليه كبيره قوي، فان احنا لازم نرفع اسم مصر، لازم ان احنا دايما نبقى متقدمين عشان نبقى معروفين وسط البلاد التانيه كمان، يعني لما ناخد بطوله عالم ومصر هي اللي واخداها طبعا هيبقى شرف كبير لبلدنا كلنا والشعب كله هيبقى مبسوط لنا. اكيد لما علم مصر بيترفع بره اكيد كلنا بنكون فخورين ليكم، لكن اكيد المحفل الدولي يا مروه والبطولات العالميه اكيد بتؤهل اللعيبه بشكل مختلف ان العالم المصري بيترفع. قولي لي اللي جاي عندك النظره للبطولات العالميه. هو احنا طبعا هي بس اللي ناقصنا ان احنا نوصل لمركز كويس في البطولات العالميه هو الاحتكاك الدولي. كويس يعني جدا. احنا في مصر المستوى بتاعنا الحمد لله يخلينا ناخد مرتاحين جدا بطولات افريقيا وبطولات العرب، بس محتاجين احتكاك دولي سواء ان احنا نسافر بره او يجي لنا لعيبه من بره، عشان هناك هم عندهم فكر تاني للعبه، مش مجرد يعني هم عندهم تخطيط لكل ماتش، كل ماتش بيخططوا له، واحنا دي الحاجه اللي ناقصانا. فهي بس لو في احتكاك دولي كتير متاكده ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل حاجه عالميه يعني. اكيد هنقف عند الاحتكاك الدولي واكيد هنتوقف عندها، هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم على الاحتكاك الدولي والدعم وازاي نقدر نوصل نجمتنا لابطال العالم وابطال الاولمبياد. اهلا بيكم مره ثانيه في الحوار او الجزء الاخير من العاب الصالات ونجمتنا في التنس طاوله مروه هشام ومريم هشام. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الاعداد او بنتكلم عن الاحتكاك الخارجي، ازاي الدعم ده اللي يكون لنجمتنا عشان يقدروا يوصلوا للبطولات العالميه ويقدروا يقفوا على المنصات التتويج العالميه، ودي حاجه مهمه جدا لان فعلا عندنا نجمات كبار جدا في مجال التنس طاوله ومنهم اثنين نجمات كبار قاعدين معانا. مروه هكمل معاكي، كنا وقفنا عند الاحتكاك الخارجي بصفه عامه، اتكلمتي عايزه معسكرات اعداد.
هل لو جبنا لعبات من بره وقعدوا معاكي شويه في مصر وقعدوا مع اللعبات هيختلف الوضع، ولا محتاجه مدربين من طراز مختلف، او محتاجه ايه بالظبط؟ هي اكيد محتاجه مدربين مختلفين. بس برضو هم لو جم، يعني احنا الاغلبيه ان احنا نسافر بره عشان المدربين برضو هناك فكرهم مختلف. بس برضو انا شايفه ان هم سواء جم او احنا رحنا هيفرق كتير في اللعب الدولي اكتر من اللعب المحلي. يعني اكيد الاحتكاك الخارجي اللي هي طالباه يتطلب عدم الدراسه، ولا كلامي غلط؟ ما فيش دراسه، ما انت هتقعدي شهر اتنين تلاته عشان تستعدي. هتقدري تعملي ده في مصر، ولا مصر لازم يكون الاسره تقول لك الدراسه مهمه الدراسه مهمه الدراسه مهمه؟ هو اكيد طبعا لازم اخلص الدراسه الاول. يعني انا لو فكرت في فكره ان انا ابقى اسافر بره كذا شهر، هيبقى موضوع ان انا خلصت جامعه، فساعتها اقدر اعمل كده. لكن وسط الجامعه بيبقى، هي الجامعه بصراحه موفره لنا ان احنا نسافر عادي، وان احنا ناجل امتحاناتنا، فده كان بيساعدنا كمان لو احنا مسافرين معسكر كذا اسبوع. لو احنا عندنا امتحانات بتتاجل، فنعرف ان احنا نلعب في البطولات اللي بره، وان احنا ما نضيعش الفرصه علشان مثلا في وقت امتحانات معين او حاجه. اكيد يا مروه دينا مشرف هي كابتن النادي الاهلي، واكيد كابتن دينا مشرف فعلا ما شاء الله عليها، يعني واجهه وشريفه جدا لمصر والنادي الاهلي. اكيد هي لما احترفت، اكيد انا وانت بتتكلمي معايا اكيد عندك حلم الاحتراف. اكيد طبعا، يعني كل واحد فينا اكيد عنده حلم الاحتراف، وكل واحد ليه وقته. يعني برضو دينا ما شاء الله عليها تاريخها كبير، مش حاجه قليله خالص، عشان كده هي دلوقتي بقى الوقت بتاعها بتاع الاحتراف. فاحنا طبعا بنحاول ان احنا نتعب ونيجي على نفسنا كتير، وان شاء الله هتيجي الفرصه، يعني مفيش مستحيل. يعني انت ناويه ان شاء الله تحترفي؟ ان شاء الله. السؤال الاهم يا مريم، هتحترفي بيها ولا من غيرها؟ ده السؤال. هحترف بيها بصراحه. طب لو جالك نادي طلبك انت لوحدك تعملي ايه؟ هو الموضوع هيبقى صعب بصراحه. بس اكيد انا لو سافرت النادي ده ولعبت معاه واخدت منه خبرات، اكيد مش هبخل على اختي بيه، فاكيد هرجع وهطبق معاها اللي انا اخدته كله. ونبدا ان احنا الفكر اللي انا اخدته اديه لها، سواء بقى في البينج بونج او في فكر كمان ان نكسب بطوله ازاي، نتمرن ازاي، هدي لها كل ده. اسالها سؤال مختلف خالص بس بشكل مختلف. مره لو رحتوا بلد تانية الاثنين احترفتوا بس في ناديين مختلفين، هتقعدوا في نفس البيت ولا كل واحد في حته؟ لا، هنقعد في نفس البيت. مين قال لك؟ لو كان ده بلد وده بلد هتعملوا ايه؟ لو بلد مختلفة، لا خلاص، يعني كل واحدة هتقعد في بيت لوحدها. بس لو في نفس البلد بس نوادي مختلفة، أكيد طبعا هيبقى أحسن لنا إن احنا نقعد مع بعض، يعني أكيد عشان نشجع بعض. عشان تشجعوا بعض. لا بص، عاجبني، يعني عاجبني أدائهم، محافظين على الأداء تماما عشان هم توأم، فمحافظين على الأداء. هي بتتكلم مره وتتكلم مريم بترد عليها وهكذا. فعلا ده شعور جميل جدا ان يكون ليا اخ توأم او اخت توأم يعني داخل الملعب، دي حاجه مهمه جدا، بيكون سند قوي جدا. خلينا نتكلم على اكيد حياتك الرياضيه اثر فيها مدربين بشكل مختلف، اكيد ليكي مدربين او مدرب بعينه الموضوع بتديني ليه بالفضل والولاء في صعود مروه هشام الى منصات التدريب. هو اكيد طبعا كل المدربين اللي عدوا في حياتي، كل واحد زود حاجه المدرب اللي قبله ما زودهاش، يعني بس. كل واحد بيديني فكره مختلفه، وهم كلهم طبعا ليهم الفضل ان انا اوصل لحد دلوقتي. بس اللي احنا ماشيين معاهم دلوقتي طبعا كابتن طارق فوزي وكابتن احمد عياد، مدربين النادي الاهلي، فهم بالنسبه لنا طبعا يعني اكتر ناس حاليا واقفين جنبنا يعني، واحب اشكرهم على تعبهم الجامد اللي بيعملوه معانا في التمرين. في تدريب التنس طاوله في زعيق زي الهاندبول والطايره والباسكت، ولا الموضوع هادي بين المدرب واللعيب؟ بيبقى فيه زعيق لو هو يعني حاجه عشان مصلحتي، يعني مثلا انا ما بديش اللي اقدر اديه كله في التمرين، فهو بيبقى لحد ما بيزعق ان لا انت تقدري انك تدي اكتر من كده، فهو بيشجعني، يعني مش بيزعق لي اللي هو عايزني اقعد مثلا او حاجه. لو رجعنا ورا شويه، تفتكري ماتش الماتشات المدرب دخل معاكي جوه ارض الملعب فقال لك بلاش تعملي كذا بزعيق، ولا الامور بيكون هاديه شويه في البنات؟ لا، مع البنات بصراحه بيبقى هادي، يعني ما فيش حد في الاغلب بيزعق لحد في وسط الماتش، لان ده بيزود مثلا من توتر، فده ممكن ياثر في اللعب، فهم بيحاولوا ياخدوا الامور بهدوء عادي.
اكيد الطب او الناحيه النفسيه للاعبين الفرديين مختلفه. ده اللي بدات بيه الحلقه النهارده، وقلت فيها ان التاثير النفسي للاعبين لازم يكون فيه دكاتره ياهلوا اللاعبين دول من خساره المكسب، ياهلوا اللاعبين دول في دخول للمعترك القوي جدا للبطولات العالميه. مروه، الدكتور النفسي هو هل ده متواجد ولا مش متواجد ورايك؟ هو للاسف لا، مفيش دكتور نفسي، بس انا برضو من الحاجات اللي احنا بنحتاجها الدكتور النفسي اكيد هيفرق كتير. مثلا لو انا بدخل المباراه متوتره مثلا 90%، طبيعي اي حد بيخش مباراه بيبقى متوتر عشان عايز يكسب. اكيد لو في دكتور نفسي هيقول لي على طرق معينه اقدر بيها افكر، يعني ما خليش التوتر يسيطر عليا في الماتش. فبالنسبه لنا طبعا لو في دكتور نفسي هيبقى احسن كتير. يعني بيقولوا على الدكاتره النفسيين يا مريم ان هو يعني بتيجي تقول دكتور نفسي يقول لك احنا رايحين مستشفى المجانين. يا عم في ايه؟ الموضوع التطور والعلم تطور والموضوع اختلف. هو الدكتور النفسي هي ملهاش علاقه قوي بان ان انا مثلا ناقصني حاجه فهو هيديها لي، هو بس بيساعدني ان انا ارتب افكاري، ان انا اخش الماتش بفكر معين، ان انا مثلا تقدري تكسبي، التوتر مثلا هيقلل من تركيزك فانت محتاجه تقللي كده. فالدكتور النفسي هو حاجه هتزود لنا يعني. تفتكري في مباراه معينه كنت طلعتي بعديها قلت يا ريت كان معايا دكتور نفسي اهلي المباراه دي؟ لا ما اظنش. ما يعني الفكر لسه مش متواجد عندنا قوي. طب خلينا نروح للصور اللي قدامنا دي ونكلم مروه. ومروه، الصوره دي ايه بالظبط؟ احكي لنا حكايه الصوره والمكسب. دي كانت بطوله كاس افريقيا للانديه في نيجيريا، كانت في شهر 8 اللي فات على طول. والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد المركز الاول وكسبنا طبعا الماتش الفاينل مع نيجيريا. كان معانا لاعيبه برده سماره لاعبين بقى من على اليمين للشمال، يعني تمشي كده. انا شايف دينا مشرف هي تاني واحده، اول واحده مين كده اللي على اليمين؟ سماره لاعبه رومانيا، جبناها محترفه معانا في النادي. ودينا مشرف طبعا، كابتن طارق فوزي، وانا، ويسرى تحت على اليمين، وماري. طيب ماري، قولي لي سماره اضافت للنادي الاهلي في وجودها معاكم في بطوله افريقيا؟ هي طبعا علشان هي محترفه فاكيد هي عندها فكر غير اللي هيبقى عند سواء النيجيريين او العرب اللي موجودين معانا في افريقيا كمان. فهي الى حد ما لما بتنزل تلعب ماتشها بنبقى احنا مرتاحين انها بنسبه كبيره اكيد هتكسب، لانها عندها لعب مختلف عن لعبنا يعني. حسيت ان هي اضافت للنادي الاهلي او اضافت لخبرتك او خبره مروه او دينا او ايا كان يسرى، يعني اضافت حاجه ليكوا في الحاجه الفنيه؟ هي اكيد اضافت، لان هي عندها لعب معين، هي ده ستايل سماره. فاحنا بصينا عليه ان هي مثلا سيرفاتها صعبه، بتكمل ورا البونت، بتكسب البونت اسرع. فده ادالنا فكر ان احنا ممكن ان احنا نسهل على نفسنا الموضوع اكتر من ان احنا نخش في ان احنا نلعب مع بعض كذا كوره، ان احنا بس نبدا من عند بدايه البونت ان احنا نكسبها اسرع يعني. طيب اكيد السوشيال ميديا في الحياه دلوقتي بقى الموضوع مختلف، ايه التعليق اللي على السوشيال ميديا تفتكريه كان حاجة سعيدة جدا بالنسبة لك؟ هو يعني أنا بالنسبة لي لما نطلع كتير على السوشيال ميديا ده يعني مثلا يجي حد يقول أنا شفتك النهاردة على الفيسبوك مثلا، أو شفتك النهاردة صورة ليكي الأهلي منزلها، سواء الأهلي أو سواء الـ ITTF منزلها. فبالنسبة لنا ده طبعا دافع كبير يحسسنا إن إحنا لا، إحنا ممكن نعمل أكتر من كده، فنبقى على السوشيال ميديا اكتر من كده. فبالنسبه لنا طبعا ده حلم كبير يعني. دي حلم كبير. مريم، خلينا نروح للصوره اللي موجوده قدامنا على الشاشه، تحكي لنا حكايه الصوره. ده كنا كسبنا الدوري كويس، كان في 6 اكتوبر او كاس مصر غالبا. اخذنا فيه اول، فبعد الصوره بقى اخذنا العلم بتاع النادي الاهلي وتصورنا بيه. نادي القرن طبعا. اكيد. كابتن طارق فوزي اللي واقف، بعد كده مروه، بعد كده فجر شومان، بعد كده دينا مشرف، بعد كده كابتن احمد عياد، ونادين الدولتلي وبنتها، وكابتن باسنت عثمان مدربه معانا في النادي. كابتن باسنت عثمان دي بطلتنا الكبيره. وانا ويسرى. يسرى حاجه جميله جدا. تعليقات السوشيال ميديا حاجه مهمه بالنسبه لك يا مريم؟ اكيد. ايه التعليق اللي اتضايقتي فيه اللي انت كنت عايزه تقفلي السوشيال ميديا بعدين؟ هو انا يمكن ما شفتش حاجه ضايقتني بصراحه عني انا، بس يعني هو التعليق مش تعليق سلبي بصراحه، هو لما شفت في دوره الالعاب الافريقيه ان انا موجوده وسط المنتخب ده بصراحه
زود عندي حاجات كتير. نجمه كبيره برضه يعني، اكيد اكيد كلكم نجوم، اكيد انت نجمه في وسط النجمات دي كلها. وكمان عشان البطوله كانت مع السيدات وعشان اتاهلنا للاولمبيكس، حتى لو انا دلوقتي مش مثلا مش هروح معاهم، بس ان انا لو كسبت بطوله الجمهوريه ممكن اروح معاهم. بس ده كان بالنسبه لي ان انا اخد ميداليه دوره الالعاب الافريقيه معاهم كان لا هو قافل فروته مهمه جدا عشان ما نجريش. حلم الاولمبياد ده حلم كل رياضي. اكيد اتاهلتوا من دوره الالعاب الافريقيه للاولمبياد طوكيو 2020. ليه بتقولي مش هروح؟ بتروحوا ازاي؟ هو كان نظام عندنا بياخدوا الثلاثه اللي لعبوا ماتش الفاينل كويس، هم اللي بيسافروا اللي بيلعبوا الفرق هناك، ويبقى تمام. الرابع حسب الترتيب، يعني ترتيبه المحلي هو اللي يوديه. حتى لو كنت انت مشاركه معاهم هناك؟ يعني انا رحت هناك معاهم، وانا وريم العراقي بس اللي لعب ثلاث الماتش الفاينل. الثلاثه اللي لعبوا كانت دينا وفرح ويسرى، فهم اللي كسبوا الماتش، فالمفروض هم اللي بيسافروا الاولمبيكس. والرابع بقى بيبقى حسب ترتيبه هنا في مصر. هو مشاركه الاولمبيات اللي لازم هم ثلاثه اللي لعبوا، هو ده الرولز بتاعت التنس طاوله، ولا ممكن يحصل تغيير في اتحاد التنس طاوله؟ ممكن يحصل، سواء بقى في ظروف للاعيب معين فهيضطروا يغيروه، بس في الاغلب بيبقى هم الثلاثه اللي لعبوا. هم الثلاثه اللي لعبوا. حلم مريم هشام في لعب الاولمبيات ايه؟ انا نفسي ان انا اروح الاولمبياد طبعا، بس نفسي مش ان انا اروح بس ويبقى مشاركه، انا نفسي ان انا اكسبها. نفسي ان انا اخد ميداليه وارفع اسم مصر. طبعا ده هيحتاج بقى جهد كبير قوي، سواء بقى ان انا اطلع معسكرات اكتر، اتمرن اكتر على نفسي علشان ان انا اقدر اخد ميداليه في الاولمبيكس. عجبتني قوي لما بتقولي انا اروح الاولمبياد عشان اكسب. اللعيب وهو رايح الاولمبياد بيكون ده شرف لي، لكن كمان تقول لي انا رايح عشان اكسب، اكيد الموضوع لازم محتاج حاجات كتيره جدا جدا. لازم اسمع مريم الموضوع عايز ايه بالظبط عشان يبقى عندنا بنت تقف في مركز متقدم في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله، اذا كانت طوكيو او بعد طوكيو. هو اكيد الدعم اول حاجه من النادي طبعا، هو موجود، والدعم طبعا من المنتخب، ان اللعيبه تسافر معسكرات اكتر، تحتك في بطولات اكتر خارجيه، لان هي ده هتزود من خبرتنا، فهيخلينا ان احنا مش بننافس على ان احنا اوكي بناخد بطولات محليه وافريقيه والعرب، ان احنا كمان هناخد بطولات العالم، ان احنا كمان نقدر ناخد بطولات في الاولمبيكس ناخد فيها ميداليه يعني. فهي محتاجه بس تدريب، محتاجه نغير الفكر شويه عشان ما نلاقيش ان احنا حاجه معينه بنوصل فيها للتدريب وبعدين خلاص. انا بحس ان احيانا وصلنا لحاجه معينه بعد كده وقفنا، لا احنا محتاجين نزود من الحاجات دي والخبره علشان نقدر ناخد ميداليه. بصراحه شديده ده اللي اتعلموه في النادي الاهلي، ان هم دايما بيبصوا على المركز الاول. هو دي لعيبه النادي الاهلي ولاعيبات النادي الاهلي دايما مش بيبصوا على اي مركز غير المركز الاول. هي بتقول انا لو رحت الاولمبياد هبص على المركز الاول. كلهم كده. هي دي قيمه او شخصيه البطل داخل النادي الاهلي اللي بيخلي لاعبتنا ولاعباتنا ولاعبينا يبصوا على المركز الاول. خلينا نقول رسائل واضحه جدا وموجهه، ورساله مهمه جدا اكيد لدعم الاسره، ماما بابا اخواتك، مين بالظبط اكثر داعم في الاسره كلها؟ هو طبعا كلهم بيدعمونا وكلهم واقفين في ظهرنا، بس ماما هي اللي على طول. خلي بالك ماما بره يعني، انا اللي عارف هي اكيد مامتهم كنت نفسي تكون متواجده معانا، هي قاعده بره الكواليس يعني، واكيد انا شخصيا بشكرها لان عندها اثنين نجمات كبار متواجدين ما شاء الله عليهم في الساحه المصريه والساحه المحليه والعالميه وكمان الافريقيه والعربيه. فعلا بنبارك لها اللي هي عندها اثنين. ممكن تكملي. فاحنا بالنسبه لنا طبعا ماما هي الدعم الكبير للاسره كلها، ان هي دايما واقفه في ظهرنا في الدراسه وفي البطولات، وبتيجي تشجعنا، ولما بنقع على طول تقول لنا افتكري انت عملتي ايه زمان وتقدري تعملي اكتر من كده. فطبعا بالنسبه لنا ماما هي الدعم الكبير، بس طبعا بابا وبقيت اخواتنا. عشان الفلوس، عشان يديكي فلوس على طول بس كده صح؟ اتفضلي. بس اكيد بابا برضه واخواتنا يعني بيدعمونا كويس قوي. ماما معاها اتنين توأم وكمان اخواتك، قولي لي ماما بتعمل ايه في البيت حوالين اخواتك، الموضوع شكله ازاي؟ هي يمكن اخواتي عشان بيشتغلوا فهم مش في البيت قوي، بس هي دايما سواء احنا او اخونا عشان احنا لسه في الجامعه دايما واقفه جنبنا، لو احتاجنا حاجه بتبقى معانا على طول. بتذاكر معاكي بقى خلاص؟ يعني زمان كنت بتذاكر معاكي، دلوقتي جامعه انت بتذاكري لوحدك. بس لو انا حسيت ان انا زهقانه او كسلانه هي طبعا بتشجعني تقول لي لازم ان احنا دايما نبقى متفوقين في الدراسه زي ما احنا متفوقين في الرياضه، فهي دايما في ظهرنا. تقول لها ايه؟
لا لا لا، عايز كلمه كده، بصي للكاميرا، ما انا هي قاعده بره، بس بصي للكاميرا قولي لي. انا طبعا عايزه اقول لها شكرا، وعايزه اقول لها ان احنا يا رب دايما نبقى رافعين راسك، وعلشان انت تعبتي معانا جدا بصراحه، واحنا كنا ان احنا نكون في القمه ده، احنا بنرفع حضرتك الاول لان حضرتك اللي وصلتينا لكده، فربنا يخليكي لينا ويا رب دايما مشرفينك. دايما مشرفانا ومشرفه النادي الاهلي، اذا كانت الاسره داعم فالنادي الاهلي هو الداعم الاكبر في هذا الموضوع. خلينا نرجع للنادي الاهلي والمنافسه المحليه داخل مصر، المنافسه المحليه معانا. طبعا المنافسه المحليه في لعيبه كتير في النادي الاهلي، المنافسه معاهم بتبقى صعبه جدا، فبالنسبه لنا سواء من النادي الاهلي، يعني الاغلبيه النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي عنده الابطال، بس برضو في لعيبات كتير من نادي الزمالك كويسين جدا، فاحنا بالنسبه لنا اللعب معاهم كويس يعني. شايف المنافسه تختص بالاهلي والزمالك، ولا شايف المنافسه ممكن تختص مع انديه ثانيه؟ هو الاغلبيه دايما بتبقى مع الاهلي والزمالك يعني. وفي طبعا نوادي كتير كويسه زي نادي جزيره الورد، برضو فيها لاعبات كتير كويسين، بس بالاخص يعني الاهلي والزمالك هي بتبقى دايما كده. شايفه المنافسه اهلي وزمالك ولا حد تاني؟ عشان نروح للصور، بداوا يدوني صور في صور في صور. هو يمكن الدوري دايما بيبقى الفاينل مع نادي الزمالك. يمكن في مره نادي اصحاب الجياد هو اللي لعبنا معاه الفاينل، بس هو في الاغلب هو الزمالك اللي ورانا، لان هم كمان هم لعيبات المنتخب من نادي الزمالك، اللي بقيه المنتخب من الاهلي ومن الزمالك، فهو بيبقى المنافسه اكتر مع الزمالك. خلينا نروح للصور سريعا، عشان الصور دي اخر حاجه في حلقتنا النهارده. صوره مين دي؟ ده انا كنت في بطوله العالم. كويس. في جنوب افريقيا كنا بنلعب ماتش فرق. ماتش فرق. اللي بعده ده كنا في بطولة العرب. خلي بالك. في تونس. دي بطولة العرب احنا كسبناها، وكابتن خطيب جالكوا هناك الملعب، جالكوا هناك الفندق. دي البطولة بتاعت كابتن محمود الخطيب، دي كانت تونس اللي فاتت. دي كانت تحت 18 سنة. تمام. اللي بعده بقى مروة، عايزك تخش على طول على الصور ورا بعضيها. دي كانت بطولة جمهورية في نادي اتحاد الشرطة، ومعانا طبعا عايدة، ودي كانت بطولة وانا تحت 18 سنة، بس كانت بطولة سيدات وخدت فيها المركز الثالث. تمام. مريم، ها وصوره صوره على طول، واحده فيك وواحده. ده كان في بروتور مصر الدوليه في مصر، استاد يعني. القاهره ده. في صاله كبيره. مين بقى اللي معاك؟ لا ما انا يعني بصي اهو. هنخش على الصوره. لا وفري الصوره دي شويه، هنتكلم على الصوره دي كتير. بالنسبه لي انا شخصيا ثلاث نجوم او نجمتين كبار مع اسطوره من اساطير التنس طاوله، كابتن سيد لاشين. اتصورتوا الصوره دي مع سيد لاشين عشان هو نجم كبير، ولا اتصورتوا ليه؟ يعني رحت اتصورت مع سيد لاشين اشمعنى ليه؟ هو طبعا اتصورنا معاه لان كابتن سيد لاشين هو قدوه لينا. كمان انا حضرت ماتش في بطوله الانديه العربيه، انا كنت مسافره مع العراق، حضرت الماتش اللي هو لعب فيه. طبعا انا كنت فخوره وانا بتفرج. احكي لي. لا لا لا، الماتش ده كلنا قاعدين على اعصابنا. كنت في الهواء ساعتها وقالوا لي ايه؟ قالوا لي بص احنا شكلنا بنخسر. فقلت لهم بنخسر ليه؟ قالوا لي ده كابتن سيد لاشين في الملعب. فعلا ده حصل معايا. قالوا لي كابتن سيد لاشين في الملعب، وانا بيني وبينكم قالوا لي بص اطلع مهد خساره. انا كلمت بصراحه بجد، قالوا لي اطلع عامل كده، قلت لهم مش همهد حاجه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. وفعلا لازم بقى اخد من مريم ايه اللي حصل، ايه الكواليس، ان كواليس في المدرجات غير الكواليس اللي احنا كلنا حتى شايفين كابتن سيد وهو بيلعب. قولي لي كواليس المباراه شكلها ازاي، وكل الناس بتقول ان سيد لاشين هيخسر هذه المباراه. هو احنا كنا اول ماتش كسبه اللاعب محمد شومان، بعد كده كسبه كابتن سيد لاشين، وبعد كده محمد شومان، بعدين البيلي خسر ماتشه. فاحنا كنا معتمدين ان حتى لو خسرنا الاثنين من الصيني اللي كان مع قطر ان هنجيب الماتش اللي بعده، بس احنا لما لقينا ان احنا خسرانين 2-1 وهينزل كابتن سيد لاشين مع الصيني، كان طبعا كلنا عندنا احساس ان الصينيين طبعا حاجه تانية خالص، هيخسر بالاخر. كان عندنا احساس انه هيخسر. بدأنا أول جيم، أنا كنت قاعدة في المدرجات بتفرج، بدأنا أول جيم لقينا إن كابتن سيد لاشين ماشي معايا ما شاء الله، وبعد كده كسب أول جيم، قلنا الحمد لله. طبعًا البنات قريبة. جالك إحساس إن هو هيكسب بعد أول جيم ولا لأ؟ بصراحة شديد. أنا بصراحة كان عندي ثقة فيه كبيرة إنه هيكسب، لأن هو تعب بصراحة، وكان عايز يكسب قوي، لأن هو نفسه إن هو كمان اسم النادي الأهلي يبقى واخد البطولة، فأنا كان عندي ثقة فيه إن هو هيكسب. هو يمكن حاجه كانت مش منطقيه شويه لان هو بيلعب مع لاعب صيني، بس انا كان عندي ثقه فيه انه هيكسب. لما كسب طبعا كانت فرحه لينا مش طبيعيه. كنت فرحانه بصراحه. كان فرحه جميله جدا جدا جدا. الصوره مع كابتن سيد لاشين تمثلك ايه في حياتك؟
طبعا دي صورة عزيزة جدا علينا، لأن كابتن سيد لاشين يعتبر أخونا الكبير ودايما بيدعمنا، وجايب يعني دايما مش سايب حاجة احنا محتاجينها، يعني كل حاجة محتاجينها دايما بيبقى موجود ورانا. وهو طبعا فخر العرب وفخر مصر وفخر النادي الأهلي، وكلنا طبعا بنتمنى ان احنا نبقى زيه، عشان هو طبعا بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا يعني. لقيتي مع كابتن سيد لاشين ماتش قبل كده ولا؟ في النادي ساعات بلعب معاه. ماتش جد ولا ماتش هزار؟ لا 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 لا، سؤال. لا يعني هو بيبقى ماتش جد على هزار كده. مين اللي كسب فيه؟ كابتن سيد طبعا. كابتن سيد طبعا. فعلا معايا نجمات كبار، بس هو اخر سؤال هساله كلمه يوجهها لجماهور النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا، كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقولي له ايه؟ طبعا انا احب اشكرهم، ونفسي ان احنا دايما نبقى مشرفينهم، وان احنا دايما نبقى في القمه واخدين بطولات اول، و يفضلوا دايما دعمهم معانا، وان احنا نبقى فخورين، هم فخورين بينا. كابتن مروه، انا احب اقول لهم طبعا برضو شكرا جدا على دعمهم، وان احنا ان شاء الله اللي جاي كله هيبقى عشان النادي الاهلي وعشان مصر عموما، وان شاء الله نفضل دايما رافعين راسهم، ويا رب نبقى عند حسن ظن كل واحد فخور بينا يعني. اكيد انا اللي بشكرهم، بشكر نجماتنا اللي شرفونا النهارده، اذا كان كابتن مروه هشام او كابتن مريم هشام، فعلا نجمات متالقات ما شاء الله، باذن الله قريبا جدا هيكونوا على منصات التتويج العالميه، لان الطموح والامل وشخصيه البطل اللي يعني تولدت فيهم داخل النادي الاهلي هي حاجه مهمه جدا. بشكركم كابتن مريم، كابتن مروه، بشكركم انكم معانا النهارده، وفي اخر حلقه بشكر جمهورنا اللي كان معانا وتابعنا، وبشكركم والى اللقاء.